السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم جماعة الخير، نشوفوا اليوم إن شاء الله التفسير الهندسي للطاولة والعمدة. هذا معلم متعامد او يو في، متعامد ومتجانس. كنا في الدوال كنا نسميوه او اي او جي، هنا في الاعداد المركبه باش نديروا الفرق نسموهم او اي او في. عرفنا بلي كل عدد مركب عنده لاحقه ام، هاي ام لاحقتها العدد المركب زد، بمعنى ام صوره العدد المركب زد. عندها احداثيات اكس وعندها احداثيات ايغرك، وعرفنا بلي هذا محور الاعداد الحقيقيه ريال زد، وهذا محور الاعداد التخيليه ايماجينار تحزد. وعرفنا بلي هذا الطول هو هذه المسافه او ام هي الطاوله تاع العدد المركب زد، وهذه الزاويه اللي هي تيرا، بمعنى كل عدد مركب زد اكس زائد اي ايغراك عنده الطاولة تاعو زاد اللي تساوي ار اللي هي المسافة او ام، وعنده العمدة تاعو لارغيمون تاع زاد اللي يساوي تيتا زائد تنين كابي. هذا كل عدد مركب. دوكا نشوفو التفسير الهندسي تاع الطاولة زاد. هذه طاولة زاد، معلوم بلي هذا مبدأ المعلم، نقدر نسميه زاد او، احداثيه صفر صفر. هذه الكتابة تاع الطاولة نقدر نكتبه بهذا الشكل، زاد ناقص زاد او طاولة. وشنو هي هنا؟ هي المسافة بين او ام، على خاطر زاد الصورة تاعو هي النقطة ام، وزاد او الصورة تاعو هي او، وبالتالي هي المسافة او ام، بمعنى قريت او ولا هنا ام، او ام هاو الطول او ام. معناها كي نقول لك هنايا زاد ا، عدد مركب زاد ا، طاولة تاع زاد ا وشنو هي؟ هي زاد ا ناقص زاد او، واش يساوي؟ هي المسافة، دائما نقدروا من جملة، هي المسافة او ا. كي نقول لك هنايا عدد المركب زاد بي، وشنو هو عدد المركب زاد بي؟ هي المسافة او بي. علاش؟ على خاطر تساوي طاولة تاع زاد بي ناقص زاد او، اللي هو مبدأ المعلم. الله جماعة الخير. وكي نزيد نقول لك انا دوكا الطاولة، نقول لك انا زاد بي ناقص زاد ا، واش تمثل هذه؟ تمثل المسافة بين النقطة ا بي. نقول لك انا زاد سي ناقص زاد بي، واش تمثل؟ تمثل المسافة. شكون هي المسافة؟ بي سي. نقراو دائما منها بي سي. لا جماعة الخير، نكملوا مع الطاولة. جماعة الخير، عندي الطاولة تاع زاد بي ناقص زاد ا على زاد بي ناقص زاد سي، الكل طاولة. معلوم في خصائص الطاولة اني نقدر نفرق طاولة تاع البسط وحدها وطاولة تاع المقام وحدها، وبالتالي تولي عندي زاد بي ناقص زاد ا طاولة على زاد دي ناقص زاد سي، وبالتالي هذه الطاولة وشنو هي؟ اللي عرفنا بلي الطاولة هو عدد حقيقي موجب، تمثل لي مسافة طول، وبالتالي هذا الطول شكون هو؟ هو الطول ا بي على واش؟ على الطول سي دي. نقول لك انا زاد بي ناقص زاد ا زد ا على زد ا، والكل طاولة. بنفس الطريقة جماعة الخير أني نفصل البسط والمقام، تولي عندي زد بي ناقص زد ا طاولة على زد ا ناقص زد او طاولة، وبالتالي تولي عندي المسافة ا بي، والمسافة شكون هي؟ المسافة او ا. دايما نقرا من هنا، نجي من الاخر ونولي الاول او ا، هايك او ا بي هاوليك أبي. لا جماعة، نشوفوا دوكا جماعة الخير التفسير الهندسي تاع العمدة لاغيمون. كي نقول لك هنا لاغيمون تاع عدد المركب زاد، وشنو هو؟ هي الزاوية تيتا زائد تنين كابي، حيث كا عدد صحيح، تنين كابي تمثل عدد دورات. هنا لاغيمون تيتا وشنو هي؟ هي الزاوية المحصورة بين واش؟ بين أو أو شعاع الوحدة واش؟ و أو أم. خلاص لاغيمون هاي كيفاش تكتبها؟ لاغيمون تاع زاد ناقص
زد او، على خاطر زد او هي مبدا المعلم، صفر صفر ما تاثرش. واش تساوي؟ هي الزاويه المحصوره بين واش؟ بين او او شعاع الوحده هيه، و او معلوم بلي النقطه زد صوره عندها الصوره تاعها في المعلم متعامد متجانس ام، وبالتالي المحصوره بين شعاع الوحده او او والطول او ام هايليك، هذه هي تيتا، هي العمده تاع زد. زيد عندك لارغومون تاع زاد بي ناقص زاد ا، نفس الشيء هي الزاويه المحصوره بين شعاع الوحده او اي، وكما تفهمنا نقراو منها ونجو منها ا بي، ا بي الزاويه ا بي. زيد عندك لارغومون تاع زاد بي على زاد ا، وشنو هي؟ كيف هي الزاويه المحصوره بين واش؟ هي نفس الشيء لارغومون هايليك تاع زاد بي ناقص زد او على زد ا ناقص زد او، اللي تمثل لي الزاويه هنا دائما تقد الشعاع تاع الانديماري به تاع الديفا، نبداو دائما بالمقام، وبالتالي هي الزاويه او ا الى واش؟ او بي. نزيدو مثال لارغومون تاع زد ناقص زد بي على زد ناقص زد ا، هي نبداو من تحت دايما، هي الزاوية أ أم واش بي أم. نشوفو جماعة الخير هاد النسبة، عندك زاد بي ناقص زاد أ على زاد سي ناقص زاد أ يساوي عدد أ إكسبونونسيال إي تيتا، بمعنى هاد العدد المركب يساوي أ إكسبونونسيال إي تيتا. واش نقدر نجبد من هذه يا جماعه الخير؟ نقدر نجبد باللي الطاوله تاع زاد بي ناقص زاد ا على زاد سي ناقص زاد ا طاوله، واش تساوي؟ هي نفسها الطاوله قلنا تاع البسط وحده هاوليك على الطاوله تاع المقام وحده، وراهي الطاوله هنا هي الطاوله تساوي ار، وهذا الطول شنو هو؟ هو ا بي هاوليك، ا بي على واش؟ على ا سي. واش يساوي هذه؟ يساوي ار اللي هي الطاوله هنا، هذا يمثل لي الطاوله. وبالنسبه للعمده هاي ليك لارغومون تاع زد بي ناقص زد ا على زد سي ناقص زد ا، واش هو؟ هي الزاويه المحصوره ا سي بين شعاع ا سي، والشعاع شكون هو؟ ا بي. واش تمثل لنا؟ ما تمثل لي هنا هي تيتا زائد 2 كابي اللي هو عدد الدورات. هذه النسبه مهمه جدا جماعه الخير، طيح بزاف في تمارين تاع الباكالوريا. علاش؟ يعطي لك هذه النسبه ويقول لك استنتج طبيعه الرباعي ولا بين ان النقاط على الاستقاميه، راح نشوفوها ان شاء الله في التمارين. لازم تعرف جماعه الخير باللي هنايا هذا عدد مركب زاد، طاوله تاعو هي ار والعمده تاعو هي تيتا، هذا الشكل الاسي تاع العدد المركب اللي راهو هنا زاد. هنا لازم تخرج طاولة ها واش تساوي ار، والعمدة واش يساوي تيتا زائد 2 كابي، حيث 2 كابي يمثل عدد الدورات. جماعة الخير كما كنتو تشوفوا اليوم معايا التفسير الهندسي تاع الطاولة والعمدة نسحقوه بزاف، لازم تفهموه مليح، على خاطر في مجموعة النقاط والتحويلات النقطية وطبيعة الرباعيات وطبيعة المثلث أنواع المثلثات نسحقوا بزاف التفسير الهندسي تاع الطاولة وتاع العمدة، لازم تفهموه مليح. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش أبونيو في القناة وبارطاجيو مع أصحابكم باش الناس إن شاء الله تستفاد كامل. والباك ان شاء الله ندوه كاع. السلام عليكم.